هذا وبتكليف من رئيس الجمهورية، وخلال معاينته ميدانيا للمناطق المتضررة من هذه الحرائق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد حرص السيد الرئيس على تعويض كل المتضررين وتعليماته الصارمة بالتواجد في الميدان إلى جانب المواطن، خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة. وزير الداخلية مرفوقا بالمدير العام للحماية المدنية تفقد ظروف عمل وحدات الحماية المدنية في الميدان وجهودها في إخماد الحرائق، كما وقف على جهود معاينة حجم الأضرار والخسائر المسجلة في كل من البويرة، بجاية وجيجل. وزير الداخلية أشاد بجهود مختلف الأسلاك في إطفاء الحرائق والوسائل المسخرة في الإطفاء ومحاصرة ألسنة اللهب، مثمنا أيضا الهبة التضامنية للمواطنين. بعثني لهنا السيد رئيس الجمهورية حرصا منه على أن المواطن حيثما يوجد لازم يرد له الاعتبار، مهما كانت الأضرار الدولة راهي مستعدة باش تعوض لكم. واليوم اللجان على مستوى بويرة وعلى مستوى تيزي وزو وعلى مستوى البجاية على مستوى جيجل سكيدة وكل المناطق اللي ضرت راهي تخدم وراهي تسجل في كل هذه الأضرار، راهي تسجل كل الأضرار باش إن شاء الله يكون التدخل فيما بعد، واللي عنده مثلا هذ الناس المساكن اللي توفى والله الله يرحمهم ثاني كذلك تكون مساعدة من قبل الدولة، هذا ما لاش كفيه. أنا اللي كان جينا لهنا غير باش نطمئنوكم نقول لكم باللي الدولة راهي معاكم.